السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من ملعب ثانية رمال بيت طوان. نقدموا تشكيلة ديال الفريقين، فريق المغرب التطواني سيدخل بالمجموعة التالية، رضا بوناكا في حراسة المرمى كلاعبين عبد الواحد الشخصي، محسن العشير، حمزة المساوي، حمزة حجي، توفيق الصفاوي في أمامنا طاقم تحكيم هذه المباراة، حمزة الفارق هو اللي غادي يقود هذه المواجهة بمساعدة عبد الله شطو، ياسين قبة، الحكم الرابع سليمان لطيفي، على مستوى غرفة الفار تواجد كريم صبري ومصطفى أكركاد. بالنسبة لفريق المولودية الوجدية الفريق الزائر في هذا اللقاء فسيدخل بالمجموعة التالية، مهدي مفتاح في حراسة المرمى كلاعبين أيوب قاسمي، عبد الله خفيفي بالدوري الاحترافي. ذكر بانه في نفس التوقيت رجاء بني ملال يواجه فريق الشمال، كدير فرصة كانت فرصة من أجل تسجيل الهدف الأول بواسطة النيجيري طولي إيجوب عريجوي اللي كان يعني قريب من وضع الكرة في الشباك. كريم الهاني ممتازة عند اسماعيل خافي، هذه فرصة لفائدة فريق المولودية الوجدية، اسماعيل وخروج الحارس، خروج موفق للحارس رضا بوناكا. الكرة في الجهة اليمنى لاعب نيلسون مونغاغا اللي كيمرر في اتجاه لاعب نوح وائل السعداوي، فرصة ممتازة، فرصة لفائدة فريق المولودية الوجدية اللي كان كيد قريب انه يوضع الكرة في الشباك بواسطة لاعب اسماعيل خافي. نتابعوا اعتقد بانه عبد الله خفيفي هو اللي غادي يسدد تسديده ممتازه جانبا، فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه، تسددت بشكل جيد من المدافع حمزه كيبحث عن المسانده من مارتن ايوب الكحل، تمريرة عند توفيق الصافي، هذه فرصه لفائده فريق توفيق الصافي كيتمكن من وضع الكره في الشباك بطريقه جميله، يعني خذ الوقت ديالو الكافي يسدد مباشرة في مرمى الحارس مهدي مفتاح. لاعب اوكبوك لاعب نيجيري تدا الثانية، صعود بادو بوتيني بوميغا لاعب الكونغولي، دابا فرصة كريم الهاني كتمرر مع عدنان براهلي، تلعبات الكرة داخل المعترك، تدخل رضا بوناكا ثم الإبعاد من لاعب الكحل، تسديدة هذه فرصة اسماعيل خافي تسديدة، لكن ما كانش بالقوة الكافية لحمل الخطورة على الحارس رضا بوناكا، كانت فرصة لفائدة فريق المولودية الوجدية، كانت تسديدة حمزة تمرير في اتجاه لعيب طولي نيجيري، هذه فرصة لفائدة فريق المغرب التطواني، محاولة التمرير والكحالة شنو يعمل أيوب تسديدة، الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب التطواني، أيوب الكحل يتمكن من وضع الكرة في الشباك، وقلت بأنه المغرب التطواني محاولة استغلال المرتدات الهجومية السريعة، تمريرة من الجهة اليسرى أيوب الكحل يتمكن من المراوغة وأنه يوضع الكرة في الشباك، صحيح أنه التسديدة ما كانتش يعني قوية. يوم الاثنين الساعة الخامسة عصرا جولة ما قبل الأخيرة، في الوقت اللي نتابعوا الفرصة تسديدة ممتازة وإسماعيل خافي يظهر من جديد، ولكن التسديده ديالو كتمشي جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس وراء الكره لاعب حمزه حجي اللي غادي يحاول يرفع الكره داخل المعترك بالفعل لعبات الكره الراسيه، والكره كتمشي في الوقت اللي الحكم اعتقد انه كيعلن على الخطا. كريم الهاني كيمر في اتجاه لاعب نوح وائل السعداوي، شنو غادي يعمل؟ كيبحث على التمرير، ترفعات الكره، فرصه تدخل الحارس رضا بوناكا في مناسبتين، كانت فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه، عند نوح وائل السعداوي حاول انه يدخل داخل المعترك، نوح محاوله تسديد ممتازه ورضا بوناكا، يعني نوح وائل السعداوي مراوغه يسدد ولكن تدخل. كريم الهاني بامكانه يمرر في الجهه اليسرى في اتجاه لاعب وائل السعداوي، هذه فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه، محاوله التمرير تدخل ممتاز، تمريره ممتازه في الجهه اليمنى عند لاعب العماري كيمرر، ولكن الكره تمشي في يد الحارس رضا بوناكا. اكادير سيستقبل في اللقاء الاخير المولوديه الوجديه، في الوقت اللي غنتابعوا الان فرصه بواسطه لاعب ايوب الكحل كيسدد مباشره، كان التاسع من الشهر الجاري كما قلت امام اسود الطيرانكا، وغادي تشهد من المنتظر حضور كل النجوم. تابعت فرصه لفائده نيجيري ممتاز، طوني ايجوباري جوي يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، واعتقد بانه المجهود اللي بدل طوني طيله دقائق هذه المباراه استغل المساحات نحو وائل السعداوي،
هذه فرصة رأسية ولكن لم يتم استغلالها أنه جيد. إذا كان طوني نيجيري سجل فأوميغا أوكبوك لاعب نيجيري أمامنا دائما كينتظر المساندة كيمرر في الجهة اليمنى. هذه فرصة خروج الحارس ريدا بوناغا كريم الهاني لعبت الكرة دائرية. هذه فرصة نحو إل سعداوي حدود الدقيقة 20 من الجولة الأولى. تاني الجيش الملكي متقدم في النتيجة في الوقت اللي 3-0 هنا حولة المراوغة من الجهة اليمنى إلى جانب اللاعب يوسف عمري بالفعل كي توصل الكرة رفع الكرة داخل المعتلقة الرأسية اللي يمكن نقول بأنه هدف محقق كيضيع على اللاعب خفي توفيق الصافي تمريرة في اتجاه اللاعب الطولي خروج الحارس مهدي مفتاح لحسن الحظ ديال مفتاح بأنه الكرة تواجد كذلك يوسف بوشتا. الحكم كيطلب الان من اللاعبين ديال فريق المدير الجديد انهم يعطوا الامتار القانونيه كما نتابع في الوقت اللي كذلك حارس مهدي مفتاح كيطلب انه اللاعبين ياخذوا المكان المناسب. اذا يوسف بوشتا وحمزه المساوي تنفيذ هذه الكره الثابته يمكن تشكل خطوره على مرمى الحارس مهدي مفتاح. إذن المساوي كيلعب كرة ممتازة هدف جميل هدف رائع الخطورة على مرمى الحارس مهدي مفتاح. إذن المساوي كيلعب كرة ممتازة هدف جميل هدف رائع على مرمى الحارس مهدي مفتاح.